نشوف ربي فيديو من شفتوها يا جماعة درت على فيسبوك خنزير ولا حلو. والله إنه شكيت فيها يا أميمة. إيه والله طلع عاديونا بربي حسين يفضلك في الإخراج الرقمي. حلوف ولا خنزير يدور في شارع الحبيب بورقيبة كنت نشوفها في حمل الفذي كيفاش نشوفها في حي النصر كيفش أما كيفاش في سيدي محرز عبارة من سيدي محرز يدورني من مجبال بتاع سيدي محرز بالحق يونكور زاد حتى من سيدي محرز كيفاش خلطت الغادي مع تراجيه طويل تقول الدنيا ظلمه تقول جاي من رودروم والله والله إذا عاد تفهم شيء والله ليه ما ينجم يكون جاي كان من الغادي مع سيدي محرز ما فهمه ما نخل ما الحمام نلف امبوسيبل داخليه ايه جاي من سيدي امبوسيبل دونك من سيدي محرز حتى الغادي زاد فما تراجيه طويله راهي بتاع 15 دقيقه ما راح حد الاشكال يا خويا والله يا با ريت تو كي نسمعوا كلام رئيس الجمهوريه هو علاش يهبط الخنزير هكاك من الوسخ حاشيتهم راه وانا جيت باش نربطها لك بكلام الناصر كي يحكي على الوسخ اي سيبري كلام رئيس الجمهوريه صحيح والله رجعت تو ليه معناتها بالحق كيفاش هكا ولا هذيك السحبه محمود انا نرجع روحي امبارح قلت له تفرج الفيديو يلعب في الكارت محمود قال لي نورمال نورمال تو لعبها متاثر اقسم بالله امبارح قلت له يا محمود خنزير في لافينو يلعب في الكارت تو متاثر لعبها والله راهو شيء في المخ محمود والله قلت يا محمود خنتي قال لي نورمال نورمال انت كل يوم تتقابل انت ويا بعد خاطر فما حاجه اخرى راهو زاده معناها مهمه برشا يلزم وزاره الفلاحه تعاود ترجع لي باتو ادمنستراتيف كراهم كانوا الصياده والصياده يحبوا خاطر هو سبور هو ابريتو منقصين لي باتو برسلوك صياده في لافينو يخرجوا فيه في لافينو معمول معناها يمشوا للجبل فما مثلا في جبل النحلي موجود بكثره جدا ورغم لي براج اللي عامل الجرياج اللي عاملينه على الكياس راهو زاد برشا متسكنين يتشكاو يهبط زاد في حي النصر من تالي وقداش من مره متسكنين زاد يبعثونا يقوموا الصباح يبدا ماشي يلقى يفرد حاشيكم في الزبله دونك لي باتو ادمنستراتيف هم او موان لي باتو اللي موجودين حول المدن الكبرى الغابات اللي لاحظوا فيها معناها وزاره الفلاحه تكاثر هالحيوان الغير اليف ربي قدر الخير وكهورا مخطرين راهو هذوما راهم تراهم يصدموا استنسوا بالعبيد راهو ما تقوليش استنسوا بالعبيد حاتم جا ربي ما هي راه خزير حلو تو هذا قدموا زاد ثلاثة كلام عربي ويحب يكمل يفوحها مع الحلو هاوكا استنسوا مال الكلام العربي بدا من اول عام نسيسوهم هاوكا كلاو له جحروا ان شاء الله العقبة للخنزير ولا استنسوا لاعب مثقف يحب الحيوانات باش يفضخوا الحلو. اسمع والله تعرف انا كي نتفرج هكا ان تفكر في راس تفكر في راس ليه بشوف في وسط لافينو راهو في قلب تونس حلوف يدور في قلب تونس 2024 وقت المغرب زي. وقت ربي